Kabayan. You deserve everything. والله you deserve. أنا ما أبي أسوي كلام وايد show like this. No, you deserve everything because you are my second hand in my oil business. Thank you my dear. Thank you. شوفوا جيت لهم هني المحل وخذيت لهم سلاسل حق العاملات اللي عندي. والله ما أبي أتكلم بس لأن هذا بدس لهم يا بدس لهم قاعد يقولوا لي مدام إذا ما تشترين يعني أنشي بدسين يا صور عشان بدسونا هذه الـ ألم استلا هذه كالو حق بنت ألم رومالين إرس هذه بنت استلا جي هذه مالت أروى جيزيل عليهم بالعافية واستهلوا دائما 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 انجازيهم غير يعني شغلهم ايش ذي اللي يشتغلون عندنا بيوتنا امانة عندهم بيوتنا امانة عندهم فيستاهلون يستاهلون عليكم بالعافية.